بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احبائي نتقابل مره تانيه مع محضر الخطوبه. المره اللي فاتت اتكلمنا عن محضر الخطوبه من الزاويه القانونيه، وكان لنا محورين من الجهه القانونيه. المحور الاول قانون الاحوال الشخصيه المدني، والمحور الثاني قرارات مجمع مقدس هي بمثابه قانون فيما يخص محضر الخطوبة والتفاصيل المتعلقة به. النهاردة أنا عايز أركز شوية على تفاصيل البيانات اللي موجودة في محضر الخطوبة، عشان بس أفتح ذهن الأباء اللي بيحرروا المحضر وبالتالي يختاروا التوقيت المناسب، وفي نفس الوقت أولادنا اللي مفروض يطلعوا على التفاصيل ويكتبوا بياناتهم بدقة في المحضر لأهميته. بعض البيانات العامة عن الخاطب والمخطوبة والوكيلين ولا آخره بنلاقي مكتوب في بداية المحضر هنا: وبعد الاستفهام والاتفاق ثبت ما يلي: 1- بخصوص القرابة والمصاهرة بين الخطيبين توجد لا توجد بياناتها. يعني المصاهرة او القرابة؟ الاثنين قرايب ولا لا؟ لا مش قرايب، بس خلاص سهلة، بينهم نسب، العيلتين متجوزين من بعض، في كده تداخل في الانساب ولا لا؟ لا مفيش حاجة. طب لا ده في قرابة، طب ده في نسب، هقول تفاصيله. ليه هقول تفاصيله؟ لأن هنا في قرابات مانعة ما نقدرش نتجوز، وفي القرابة دي. يعني على سبيل المثال للحصر، جه المجمع المقدس في جلسة 5/6/93 وأصدر قرار بتحريم الزواج من امرأة الأخ أو من أخت الزوجة. يعني ايه؟ اخوه مات وساب مراته، ما يجيش يقول اخوه اولى بيها، هو اللي هيرعى اولاد اخوه. او مراته ماتت، يقول خالتهم اكبر واحده تعرف تربيهم، اتجوز خالتهم. لا، قانونا ممنوع. وبقى القرار وقتها انه الاب الكاهن اللي تم مثل هذه الزيجه يعرض نفسه لمحاكمه كنسيه. ده في القرار. طيب أنا معذرة، يعني هسأل الآباء الكهنة الموقرين: أبونا، أنت تعرف إيه القرابات اللي ممنوع الجواز من بعضهم البعض؟ لا معرفش. طب يعني استفدت بإيه بالبيانات اللي أنت كتبتها؟ ولا حاجة. طب يقول لي طب أعرف إزاي؟ أقول لك ارجع مثلا لمراجع قانونية كنسية حطوه في قوايم القرابات اللي ممنوع الجواز منها. طب يعني لا الكتاب والمرجع ينفع، ولا إن أنا أخلص وأتجوز وأفاجأ بعد كده إن في مشكلة؟ طب أعمل إيه؟ اسمح لي أبونا الحبيب، واسمحوا لي ايها الاهالي، الموضوع بسيط، قبل ما تروح تفكروا في الارتباط حكموا العقل، ودي نقط من النقط اللي محتاج تحكيم فيها العقل. هل دي تتم جواز ولا ما تنفعش؟ مش بعد ما نرتبط عاطفيا نقول هتجوزونا والا هنروح لحته تانية. لا، ايه بقى الحكايه؟ ببساطه شديده جدا، اللي هينفعنا هنا القلم، الرسم. يعني ايه القلم والرسم؟ ارسم العلاقة.
يعني اديك مثل بسيط قوي. واحد هيتجوز بنت عمه، ينفع ولا ما ينفعش؟ سهلة، عدد كبير بيتجوز، بس عايزك تفهمها ليه تنفع. طب انا هقول هو وهي عشان يوصل ليها، هي بنت عمه يبقى والده، وبعد والده جده، ومن جده يوصل لعمه، ومن عمه هي جت. رسمة بسيطة جدا. قاعدة بقى عشان تبقى الحكاية معاك سهلة، لا تقول لي قرابة من الدرجة الكام، أولى ولا تانية ولا تالتة، لأن بيتلخبط. واحد يقول لي أخويا قرابة من درجة أولى، أقول له لا تانية. انت ووالدتك درجه اولى، انت ووالدك درجه اولى، انت وابنك درجه اولى، انما انت واخد درجه تانية. فبدل ما تدوش نفسك وتقول قرابه درجه كام وتغلط، عد الشرط عشان هو يوصل ليها. وصل، ادي شرطه، اتنين، تلاته، اربعه، اربع شرط الجواز هتمشي. اكثر من اربع شرط بالتاكيد تمشي، اقل من اربع شرط ما تنفعش. طيب قبل ما اخش في التفاصيل، عند شويه قواعد سهله نحفظها. اول قاعده، الزواج من الاصول او الفروع لا، يعني ما حدش هيتجوز امه، مش هيتجوز جدته، ادي الاصول. الفروع، حدش هيتجوز بنته، حدش هيتجوز حفيدته، سهله. بس في نفس الوقت الجواز من اصول زوجته او فروعها لا، هي ماتت ما يقدرش يتجوز والدتها، ما يقدرش يتجوز بنتها اللي جابتها من واحد تاني. يبقى دي القاعده الثالثه. القاعده الثانيه، القاعده الثالثه، هو وزوجته واحد، هو وزوجته واحد، ليس بعد اثنين بل جسد واحد. دي بقى نحل بيها المشكله بتاعت ايه، اخت الزوجه تنفع ولا ما تنفعش؟ يقول لك اخت الزوجه من جهه القرابه، ما فيش قرابه خالص يبقى تنفع. لا، بس انت وزوجتك واحد، اللي يخصها يخصك، واللي يقرب لها يقرب لك انت بنفس الدرجه. تاني، اللي يقرب لها يقرب لك انت بنفس الدرجه. عشان كده في الانجليزي يقول لك ايه عن اخو إيه الزوج مثلا، يقول لك برادر ان لو، سيستر ان لو، في مكانه اختي لانها اخت مراتي، في مكانة أخويا لأنه أخو مراتي. تعال نشوفها بقى. هو وزوجته بحطهم في دايرة واحدة، ينفع يتجوز أختها؟ ارسم. هي عشان تروح لأختها هتروح لوالدها، ومن والدها هتروح لاختها. انا قلت هي وهو واحد، درجه القرابه ليها هتبقى درجه قرابه ليه. كم شرطه؟ اتنين. ينفع؟ لا، ما ينفعش. يبقى ما يقدرش، لا يمكنه الزواج من اخت زوجته. احنا في الاول خدناها كقرار مجمع، انما دلوقتي اتاكدنا منها من خلال الرسم. قاعده عامه، ارسم اي علاقه ارسمها وهتتدرب عليها مع الوقت. طب ينفع يتجوز بنت اختها؟ بنت اخت مراته. طب هي اختها اهي، عشان اجيب بنتها بقت كام شرطه؟ واحد، اتنين، تلاتة. طب ينفع يتجوز خالة مراته؟ تعالوا نشوف. هو وزوجته
عاوزين نشوف ينفع يتجوز خالة مراته ولا لا، علشان يوصل لخالة مراته. خالة مراته يبقى هتروح لوالدتها، والدتها هتروح لجدتها، جدتها هتروح لخالتها، واحد اتنين تلاتة. نقول ما ينفعش. اعتقد يعني درب نفسك انك ترسم الرسم ده، هتلاقي الموضوع سهل جدا، تعرف ايه هي الزيجات اللي ممنوع الزواج منها. يبقى ده اول بند عندنا في موضوع محضر الخطوبة، ان احنا بنقول موضوع النسب والقرابة. وبعدين نلاقي بقى بيانات تانية نشوفها مع بعض. قالوا ان هو ابتين ارثوذكسيين، ماشي، الدليل في الشهادة، شهادة الخلوة بتقول كده خلاص، انهما قبل خطب بعضهما ما حد ارادتهما، يبقى ان ابونا قاعد معهم لوحدهم وسألهم مش قدام اهاليهم وخاصة في قرى الصعيد. هنا بقى شوية بيانات بتحط مهمة قوي في محضر الخطوبة، منها الشبكة. احنا بنحاول نتجنب مشاكل وقت فك الخطوبة. كانوا يكتبوا زمان الشبكة ولا مش عارف ايه، يقول لك 10 جنيه. يختلفوا انت ليك عندي ايه 10 جنيه. وكان يقولوا 10 جنيه عشان يتجنبوا يدفعوا رسوم للكنيسة. بس دخلنا في مشاكل ما بعد الزواج. فهنا يجي ابونا يقول قدم الخاطب لمخطوبته شبكة قيمتها. ابونا رجعت لدي منين؟ فاتورة. طب ولو مزورة؟ محدش عارف الناس بتعمل ايه. فقلنا له لا، مش بس قيمتها، بياناتها ايه؟ بقول خاتم الماس ولا خاتم سولوتير، بقول طقم ذهب، بقول طقم ذهب وكاتب لي 1000 جنيه 1000 جنيه دبلة. فيبقى هنا ابونا هو بيكتب هم ما يقدروش يخدعوا هنا، ولو حس بنوع من الخداع يقولوا لو سمحتوا اكتبوا هاتوا لي فاتوره، ده لمصلحتكم لو حس حصل فك خطوبه. وبعد كده بيقولوا هيتجوزوا امتى؟ ما هو واحد قالوا يا ابني جوازنا بعد سنه من تنا، ما تخطبش اكتر من سنه قوي وتحت امرك، هو في ذهنه على ما يجهز الشقه قدامه 3 4 سنين. لا، ده هنا في الزام، لانه كتب ده في وجود اهله، يبقى اهله شركاء في المسؤوليه، وفي وجود ابونا يبقى الموضوع جد مش هزار. يبقى هنا لو هو اخل، لا، الموضوع ينتهي، ليس له حق في خطوبته. نفس الحكايه في اتفاقات بينهم، السكن، مكانهم فين، مين يجيبه، التزامات كل واحد في التجهيز. مش عاوزين يكتبوا هم حرين، بس انا بعرض عليهم، وبعرض عليهم عشان ما يخشوش في مشاكل، عشان لما يجوا يفكوا. المخل بأي بند من دول ليس له حق في الشبكة ولا الهدايا الغير مستهلكة اللي قدمها للطرف الآخر. وبعدين بنقول بند هنا، خلي بالك فرق السن ما يزيدش عن 15 سنة، وهو أكبر وسنتين هي أكبر، ولا يروح المجلس الكليريكي. الحقيقة احنا في طنطا انا بنصح، يعني عاملين بروجرام. البروجرام ده اي نقط ما تصلحش هو بيكتبها بالاحمر، اكنه بيديك لمبه حمر، هنا في حاجه، هنا في فرق سن مش مهم، هنا في قرابه مش مظبوطه، وهكذا، علشان ابونا يبدا يدور ورا الكلام ده ويرجع للاب الاسقف قبل ما تحصل المشكله. بنكتب كمان تحت ان السن ما يزيدش عن 17 سنه. بنكتب المذهب ولا اخره. دي اهم البيانات في محضر الخطوبه، تجنبا لمشاكل عند فك الخطوبه. دي الخطوبه من الجهه القانونيه، دي الخطوبه من جهه المحضر. سؤال: هل تلبيس الدبل يصلح ان يكون بديلا عن الخطوبه؟ مستحيل. هل محضر في المكتب
يكفي بدل ما نعمل خطوبة؟ مستحيل. ليه؟ حاجتين مهمين جدا. أول حاجة الإشهار والإعلان، ده أول حاجة بيقولها أبونا في الخطوبة، نعلن خطوبة فلان. قدام مين بتقولها؟ قدام شهود. إذا كنت هتعملها في السر، فين الإعلان والإشهار؟ في نفس الوقت مش هتعمل صلاة وتعمل محضر في المكتب، طب ليه حرمتهم من بركة الصلاة في بداية علاقتهم ببعض؟ أنت أبونا بتبقى شريك في فشل هذه الزيجة نتيجة خضوعك لأهل الخطيبين بغض النظر عن الأسباب إيه. أكتفي بهذا القدر، والمرة الجاية نتكلم عن الخطوبة وأهميتها من الناحية الرعوية والروحية. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور، أمين.